من الماء إلى المنيلة وما الدليل؟ نعم، المائلة فسر بأنها المواجهة التي تنفق المصفى الميلاء، والمنيلات التي يمن غيرهن من فتنة لما يسببن في فتنة الرجال وتسبب في إيقاعهم الفاحشة. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، والدليل من نفس الحديث الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النساء النائلات المميلات المغيرات لخلق الله عز وجل. جزاكم الله خيرا.